بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في هذا اليوم يوما من أيام الله جل جلاله، ليلة من ليالي الإسراء والمعراج، هذه الليلة المباركة لرب سبحانه عز وجل من باب التذكير. ربي قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الحياة عامرة بالأحداث، حياة الفرد وحياة الأنبياء وحياة المجتمعات وحياة الدعوات عندها أحداث. لو كان سقسيو أي واحد منا حياته يقول لك عندي عشت. وكلما الإنسان عمر في هذه الحياة كلما التاريخ نتاعو يكون أكبر. يحكي، نحكي مع واحد عنده 90 سنة يحكينا على الثورة الجزائرية، ويحكينا على العلماء، ويحكينا على المساجد وبناء المساجد، ويحكي على تاريخ الأسرة نتاعو. إذا كان عايش الحيف والمحنة يحكي عليها، خاصة أيام المحن يحكي عليها. وكذلك كي نقراو تاريخ الإسلام ونبي الإسلام أيضا تاريخ مشرق، ولكن هذا التاريخ معه الوحي، كان يرافقه الوحي. كي نتكلموا على ليلة الإسراء والمعراج، هذا حدث عجيب، رحلة عجيبة صارت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآيات. هذا الحدث عنده ظروف سبقاته. عند المحققين من العلماء كان اللي قال هذه الرحلة تمت 13 شهر قبل الهجرة، 13 شهر قبل الهجرة، يعني عام قبل الهجرة، يعني 12 سنة بعد البعثة، 12 سنة بعد البعثة وعام قبل الهجرة من مكة إلى المدينة. كاين اللي قال 13 شهر، كاين اللي قال 8 أشهر. المهم الراجح من أقوال العلماء عام قبل الهجرة النبوية، يعني 12 سنة بعد البعثة النبوية. الحدث فيه رحلتان، رحلة أرضية ورحلة سماوية. في ليلة واحدة سيدنا جبريل مع وهم راكبين البراق، هذه أداة النقل، وسيلة النقل عبر الرحلتين اللي بدأت منطلقها من مكة المكرمة من المسجد الحرام كما دلت الآية سبحان. وكلمة سبحان هذه تفيد التعظيم، معناه لازم نستقبل هذا الحدث أو هذه الرحلة العجيبة وحنايا مؤمن، ونحن مؤمنون بكلمة سبحان تعظيما لله سبحانه وتعالى. غير هو اللي قادر يدير هذا الأمر، لا يمكن. هل ممكن الإنسان يتصرف المنام، يرقد ويشوف المنام، يشوف الرؤيا ويروح يسافر ويولي، ولكن هذه بالمنام. ولكن رحلة الإسراء والمعراج تمت حقيقة بالجسد والروح. رحلة الأرضية من المسجد الحرام بمكة المكرمة منطلقها مبتدأها منتهاها عند المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبعد المسجد الأقصى هو منطلق الرحلة السماوية، رحلة المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى
إلى الله جل جلاله. طيب، هذه الرحلة العجيبة كما يقول علماء السيرة النبوية عندها مقاصد وأسباب. من هذه الأسباب والمقاصد في الوقت نفسه تسلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدما اجتمعت عليه الخطوب، اجتمعت عليه المحن في ذلك الوقت، وفاة خديجة رضي الله عنها، وكلنا يعلم الدور نتاع خديجة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا النهار اللي رجع من غار حراء قال لهم، قال في البيت: زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. ثم اللي قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت بعض خصاله، من هذه الخصال: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وفي رواية: وتعين على نوائب الدهر. ذكرت هذه الخصال وهي مؤمنة بيقين بأن الله عز وجل ما يتخلاش عليه. هذه فقدها، ماتت رضي الله عنها، ومات سند آخر اللي هو عم أبو طالب. وزاد في هذاك الوقت اشتد العدوان، عدوان نتاع قريش، عدوان المشركين والكفار على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحب الكرام. والآية كثيرة، إذا كان خيرنا آية من الآيات، ربي قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. بهذه المستويات، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، هذا هو حياة النبي، هذه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واقتضت حكمة الله باش ربي يسليه ودار له هذه الرحلة. هذا مقصد من مقاصد إكراما له، تسلية له، تكريما له، إبرازا لمكانته بين النبيين والمرسلين، يعني مقاصد كثيرة. المهم، هذا حدث، ولكن بقدر ما نتذكر هذه الأيام أو هذه الليالي، هذه الأحداث، نأخذ العبر. هذا الذي يهمنا، العبرة الأولى يهمنا أكثر. العبرة الأولى باش نفهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالله، وربنا جل جلاله يؤيد أنبياءه، ما يخليش الأنبياء نتاعو يتمحنوا، يواجهوا كل العقبات وكل الهموم. هذه لحكمة أرادها الله، ولكن ربي معاهم، ما تخلاش عليهم، كما قال ربي سبحانه في سورة التوبة وفي سورة الفتح، يعني آيات كقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذه عبرة ومقصد كبير نستفادوه من قراءتنا لتاريخ الدعوة الإسلامية عموما ولهذا الحدث على وجه الخصوص، أن الله عز وجل ما يتخلاش على الأنبياء نتاعو، منهم الخاتم، خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. العبرة الثانية والمقصد الثاني أن الله يبتلي خير البشر، هو يبتلي البشر، ربي سبحانه يجرب الناس ويجرب الأنبياء بما يشاء. نأخذ قواعد مهمة في تعاملنا مع القضاء والقدر. القاعدة الأولى أن الله يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء، ويبتلينا متى شاء لا متى نشاء، وكيف ما شاء لا كيف ما نشاء. جرب صفوة الخلق ربي سبحانه، جربهم وابتلاهم كما ابتلى يونس وابتلى يوسف وابتلى موسى وعيسى ونوح وإبراهيم. في سلسلة النبوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ نصيبه من الابتلاء. هذا مقصد أساس لازم نتعلموه.
المقصد الثالث تكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كرمه الله، وهذا هذه الصورة من صور التكريم، بل كما يقول العلماء حتى في الخطاب الإلهي لكوكبة الأنبياء يخاطبهم بأسمائهم في موضع النداء، ولكن كي وصل النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه بوصفين، إما يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. نقرأ ربي سبحانه يقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خليل الرحمن يا ربي يناديه باسمه في موضع النداء، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ولكن كي وصل في موضع النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، إما يناديه يا أيها النبي وهذا وصف شريف، أو يا أيها الرسول كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن تأتي رحلة الإسراء والمعراج باش ترفع من قدر النبي عليه الصلاة والسلام وتكريم له. وكذلك فرضت الصلاة كما تعلمون في السماء، وهذه مقامها رفيع، مقامها عالي الصلاة، وهي الصلة التي تربط بين الإنسان وربه. أرنا نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، إن شاء الله في العمل خمسة، ولكن إن شاء الله في الأجر خمسين كما كانت في أول مرة، وهذا تقدير العزيز الحكيم. هذه الصلاة باش نعطيه لها قدرها، كل الأركان عندها قيمتها، ولكن الصلاة مقامها بعد التوحيد، كما في حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: بعد التوحيد لا إله إلا محمد رسول الله، وهي الأصل الأصيل لجميع النبوات وجميع الرسالات. ربي قال في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول. باش نفهموا، هذا هو الأصل الجامع بين جميع النبوات، ربي واحد ورسالة شريك، ما عندوش شريك. الآية واضحة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن نتعلم ونفهم بأن هذه الصلاة هي صلة بيننا وبين ربي سبحانه عز وجل، لازم نحافظ عليها ونعبد ربي كما قال ربي في القرآن: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه بعض الإشارات إلى هذه الرحلة العجيبة، رحلة الإسراء والمعراج. ولكن أختم هذه المقدمة بضرورة أخذ العبر. كي نقرأ تاريخ الإسلام نقرأه قراءة اعتبار. الآن أي واحد منا يسأل روحه وراه المسجد الأقصى أين هو؟ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إنه تحت الاحتلال الصهيوني الغاشم، يعني راه في حالة ماشي مليحة تماما. الأقصى النهار اللي كان صلاح الدين الأيوبي الله يرحمه البطل الرجل فحل، قالوا له لماذا لا تبتسم؟ قال لهم والله إني لأستحي أن أبتسم والقدس في يد الصليبيين. يعني يحشم باش يبتسم والقدس في يد الصليبيين. وإحنا عارفين في التاريخ الإسلامي المشرق كيف حرر هذا البطل مع من معه من أهل الإيمان وأهل الجهاد، حرروا المسجد الأقصى. هذا هم، هذا جرح في قلوبنا لا يلتئم، نبقى به عايشين به حتى يتحرر المسجد الأقصى اللي ربي سبحانه بارك من حوله، أعطاه ربي البركة. وحتى بعض العلماء يقولون أن البركة انطلقت من هناك، أولى القبلتين، القبلة الأولى نتاع المسلمين نتاع أهل الإيمان كانت المسجد الأقصى بفلسطين، بعد ذلك نعلم تحويل القبلة إلى المسجد الحرام
بمكة المكرمة. إذن في الحقيقة نقرأ قراءة اعتبار، ما هوش سرد تاريخي، ولكن نسرد تاريخيا، ولكن لابد أن نقرأ هذا التاريخ قراءة اعتبار. بعد هذه المقدمة نروح مباشرة إلى فكرة حبيت نطرحها أمام إخواني في هذا المسجد المبارك، مسجد الخلفاء الراشدين بالبيار بعاصمة الجزائر. الفكرة إيه هي؟ يعني زمان المسجد له رسالة، ورسالته ستظل كذلك. الجامع عنده رسالة متعددة الأبعاد. الرسالة الأولى رسالة تعبدية، أفضل مكان في الدنيا المساجد، وربي قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الجوامع نتاع ربي سبحانه لازم نعرفوا قدرها وقيمتها. لذلك الناس اللي ربي سبحانه يسر لهم، كاين اللي أعطى أرضه يقتطعها من التراب نتاعو اللي يخليه للورثة نتاعو، لا، يقول هذيك القطعة الأرضية نعطيها للجامع وقف لله. وطبعا هذا الشيء والحمد لله الأمثلة كثيرة لا نحصيها عددا. لماذا؟ لأنه اللي تبرع بهذه القطعة الأرضية لوجه ربي دارها مسجد، هو يعلم بأن هذا أكبر استثمار مع ربي، دار مشروع استثماري مع ربي سبحانه، وقف يخدم عليه حتى نهاية الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واحد آخر ما عندوش، عنده رأي، أعطى فكرة، الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو الأول وهي في المحل الثاني كما قال الشاعر الحكيم، الرأي قبل شجاعة الشجعان. تلقى واحد ينفق من رأيه، أعطى رأي قال لك والله غير مليح الجامعة في هذاك المكان، في مدينة، في حي، في قرية، وربي سبحانه يجازيه. والآخر عنده عرق الجبين يقول أنا ما عندي تراب، ما عندي دراهم، نخدم. وكاين الناس اللي تخدم، وهذا أيضا يدخل في الوقف، الجهد نتاعو مقدر مقوم عند ربي سبحانه عز وجل. والآخر بماله، والآخر بمواد البناء. المهم هذا كامل اجتمعوا باش يبنيوا الجامع. ومساجدنا كما تعلم خاصة في تعلمون في هذا الزمان يعني فيها مصاريف كثيرة، يا اللي داروه بمليار، يا اللي تبنى بخمس ملاير، يا اللي بعشر ملاير. السؤال المطروح الحمد لله، هل تصلح فقط المساجد للصلاة؟ الجواب لا، لأنه لو كان هكذا هنديروا كما دار بكر، يدير قيطون ودير عادي مساجد الصحابة ومساجد التابعين. مانيش نقول ما نبنيو، درك الوسائل موجودة والظروف تغيرت. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ندخلوا مساجدنا بسم الله ما شاء الله فيها وسائل، حاجة مليحة، نفرحوا الحمد ربي، هذه نعمة من النعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وين تحكمك صلي، ها هو الحديث واضح، اللي لقط الزيتون يجي وقت الصلاة يحبس الزيتون يروح يصلي، واللي مسافر يصلي في أي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن وأن المساجد لله كما قال ربنا جل جلاله. رسالة تعبدية نعطيه لها قيمة، إقامة صلوات الجماعات هذا أمر مهم، وتحصيل الأجر الكبير، لأن أجر الجماعة يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو المنفرد بسبعة وعشرين درجة، وفي رواية الحديث بخمسة وعشرين جزءا. هذه معروفة، الناس يتلاقاو ويصليوا وصلاة الجماعة في جميع الصلوات ما شاء الله. هذا مقصد مهم له اعتبار. ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقينا
ولكن كاين رسالة ثانية وهي رسالة تربوية، بمعنى أن المسجد يا ربي، وتعرفوا يا إخواني الكرام وين يكون جامع؟ الجامع يخدم المجتمع، الجامع يربي المجتمع. الواحد كي يدخل الجامع يتربى، وكلنا في حاجة إلى تربية. هذه التربية ماشي غير الصغار، لا لا، وربي سبحانه قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وربي سبحانه أبدأ بالتزكية، وكاين آيات أخرى وين يبدأ بالتعليم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وكاين آية اللي قرأتها الآن سورة الجمعة الآية الثانية، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن علماء التفسير الإمام القرطبي وابن كثير وغيره من المفسرين قال هذه التزكية لا تنصرف إلى الصغار فقط، كلنا في حاجة، الصغار يحتاجوا. والنبي عليه الصلاة والسلام في عندنا أحاديث وين يخاطب الصغار، يا غلام، يقول يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكاين أحاديث وين يخاطب الكبار. إذن رسالة تربوية، لأن القيم التربوية نحتاج إليها على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع. أقول إذن هذه القيم التربوية نحتاج إليها، نحتاج إليها، نحتاج باش نتعلموا الحياء، الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، وفي رواية الحياء لا يأتي إلا بخير. نحتاج باش نتعلموا خلق القدر والاحترام، نحتاج باش نتعلموا خلق النظافة باش ننظفوا. إذا كان نكونوا في مساجدنا نظاف، لازم تتعلق قلوبنا بهذه القيمة، قيمة النظافة. نولي وين كنوا نكونوا نظاف في ديارنا، في شوارعنا، في الأحياء نتاعنا، في العمارات اللي نسكنوها. وأكيد أنتم تعلمون جميعا إخواني الكرام أن موضوع النظافة من المشاكل الكبرى اللي عندنا في أمتنا. الله غالب تزدي ذا غفلة مقراني غيش غفلة كل من الله، خطر ما الذي يفيد؟ إذا كان الإنسان من عتبة البيت الداخل دار نظيفة، يخرج في العمارة وفي الحي الله ينوب، ما كان ولا شيء. إذن رسالة المسجد متعددة الأبعاد، هي رسالة تعبدية. ربنا عز وجل أمرنا بعبادته إلى أن نموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. والحديث يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن أداؤنا للعبادات في المساجد لتحصيل الأجر، لتحقيق أجر الجماعة وللمحافظة على الشعيرة لتجمع بين المسلمين. هذه رسالة تعبدية، رسالة تربوية، ما أحوجنا إلى غرس القيم خاصة في هذا الزمن الصعب، في زمن الانترنت وزمن هبوب الرياح ماشي نتاعنا تماما، راهي تأتي على قيمنا بغية تدميرها واستئصالها من جذورها. بكري باش تربي ساهل، كاع الناس يشهدوا بهذه الشهادة، الوالدين والأجداد والأسرة الكبيرة والحي والجماعة والكبار. وفي الداف القبالي يقول كي لا هما، سين الحروف، هما حرفان، المجتمع يتربى بزوج حروف برك،
ما معنى همة هذه؟ معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية، باش ربي سبحانه يقول خيرية الأمة مبنية على هذا الأساس، تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه القيم الآن كلنا في خطر، ما كاينش اللي يقول أنا قادر عليها، كيما رانا الله غالب، بورتابل في يده يحكمه يجبد كاع الدنيا تاع واش يحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. وموضوع القيم هذه والأخلاق هذه والله لا محتاجين لها بزاف، ويبقى دائما الجامع عنده دور كبير في تحقيق هذا المقصد التربوي، هذه الرسالة التربوية. الجامع هو اللي ربي المجتمع. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وين يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفيه رواية أخرى للإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 273 يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كاين الرواية مكارم الأخلاق، رواية أخرى إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. المنظومة التربوية، منظومة القيم، تعاني معاناة كبيرة بزاف في هذا الوقت. لذلك المسجد عنده دور كبير في تحقيق هذا البعد التربوي، هذه الرسالة التربوية. طبعا والجامع يتعاون مع المؤسسات الأخرى، مع الأسرة، مع مؤسسات الثقافة، مؤسسات الإعلام إلى آخره. اللي هداه ربي يروح يبني وما يهدمش، يبني وما يهدمش، يجبر وما يكسرش. ولكن رنا في زمن كلكم يعرف بأنه ليس سهلا، ما هو سهل. الكبار مهددون بالضياع، ما نتكلموش على الصغار، الكبار كبار السن مهددون بالدمار، مهددون بالضياع، وكلنا على خطر عظيم. نسأل الله العفو والعافية. البعد الثاني، الرسالة البعد الثالث أو الرسالة الثالثة، هي رسالة اجتماعية. معنى المرة الأخرى، الجامع يتبنى قضايا المجتمع. واش معناتها؟ مثلا إذا كان قضية النظافة راهي مخصوصة في المجتمع والناس ترمي برك وكذا إلى آخره، يلا الجامع يخدم، يعني عنده إجراءات وقائية من خلال الدعوة المستمرة إلى تمثل قيمة النظافة، وكذلك يكون عنده أيضا تدخل أو إجراءات علاجية، لفت الانتباه إلى مواطن الخلل، سواء في مجال النظافة، سواء في عدم احترام قانون المرور. إذا كان نشوفوا الحوادث والهموم اللي رانا نشوفوها كامل، ولينا كما قال واحد، قال كل ما ندخل لطوروت لازم نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ندخل مغامرة يا درا كيفاش تخلص، وعارفين الجرائم اللي تحصل ثم والحوادث، ولا حول قوة إلا بالله. إذا كان تكون حالات الطلاق في المجتمع، والطلاق ده دمار نعرفه كامل هذا الشيء، الطلاق كثير والإحصاءات مخيفة، الطلاق ولا التطليق ولا الخلع، هذه الثقافة الجديدة هذه نتاع مخالعة النساء للرجال، صحيح موجود في القرآن ولكن بشروطها بضوابطها، ماشي هكذا خلاف بسيط يلا يطلق يطلق، لا، معنى هناك ظواهر اجتماعية مرضية. الجامع يرافق المجتمع ويعالجه، ويعالج مشكلاته، ويعالج هذه الظواهر المرضية. إذن هذه الرسالة الثالثة، رسالة
اجتماعية، كاين رسالة أخرى، الرسالة الرابعة هي رسالة تعليمية، تعليم. كي تقراو نقراو الجوامع عبر التاريخ، الله يبارك حلقات العلم راهي موجودة في الجوامع، تدريس العلوم، إحياء العلوم، تدريس الكتب، كل بدءا بكتاب الله سبحانه وتعالى، شرحا، تفسيرا، تدبرا، تدريس لأحكام التلاوة مع الجامع. الله يبارك باللغة المعاصرة جامعة مدرسة يعلم القرآن الكريم. وياما كثير من الناس اللي ما يعرفوش القرآن، ما يحفظوش، ولكن يحفظوه إما عبر التكرار، الحزب الراتب القديم اللي كانوا يديروها أجدادنا، وطبعا المقاصد نتاعو لا تنكر، الفوائد نتاعو لا يمكن أن تنكر، وهي أداة، وهي طريقة منهجية تربوية تعليمية ترسخ المحفوظات من القرآن الكريم، وتعلم وتحفظ من لم لا يحفظ، وهكذا. وكذلك أن المساجد نتاعنا كانت عامرة بالكراسي العلمية، تلقى واحد الكرسي في الفقه المالكي، وفي الفقه المالكي كل واحد واش يدرس. رواو لنا مشايخنا في الجزائر، نتكلم على بلادنا وما نقوله عن وطني نقوله عن الأوطان الأخرى، موجود، يقول لك المكان الفلاني يقرأ فيه الموطأ، موطأ الإمام مالك، الجامع الفلاني يقرأ فيه البخاري، المكان الفلاني يقرأ فيه صحيح مسلم ولا سنن الترمذي ولا البيهقي ولا المسند الإمام أحمد. الله يبارك. والأعمار قصيرة يا إخواني الكرام، الأعمار قصيرة. واحد آخر حاكم كتاب نتاع سيدي خليل المختصر الفقهي، نسمعوا له مرة في واحد القارية في مسجد من مساجدنا، واحد قدم شهادة قال لك أنا حضرت ختمة نتاع سيدي خليل رقم 55، يعني ختمة 55 مرة. والآن ممكن يعيش طول حياة الإنسان إلا سمع به ما يحضرش ولا ختمة. حبيت نقول أنه المساجد نتاعنا لازم يرجع لها هذه الرسالة، الرسالة التعليمية. يروى عن الإمام ابن رشد الحفيد، ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، اللي داروا الترجمة نتاعو على الأقل أربع علماء كبار، النقطة اللي متفقين عليها كامل، قال كان لا يغادر القراءة، حريص على التحصيل العلمي إلى آخر لحظة. قال فقط ليلة وحدة ما قراش، نهار اللي مات باباه، نهار الجنازة يعني، فقط نهار اللي مات باباه هذيك الليلة الوحيدة اللي ما قراش، يقرأ في الجامع، يقرأ في الدار، يعني محب للقراءة. لذلك ربي سبحانه بارك في أعمارهم. كي نلقاو تراجم العلماء، اقرأ سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي، والله تجد فيها العجب. تلقى الشيخ، هو كي يقول الشيخ عنده يا ربي 40 سنة، 45 سنة، 50، 60 سنة، ولكن ماذا خلف؟ التركة اللي خلاها تقول بالمنطق المعاصر مستحيل هذا الإنسان. أعطيكم مثال، يلا الإمام السيوطي، جلال الدين السيوطي عنده أكثر من 300 كتاب، صاحب الكتاب المعروف اللي يسميه الإتقان في علوم القرآن، هذا واحد بنادم خلى أكثر من 300 كتاب. نهار اللي راح يحج شرب ماء زمزم، وتعرفوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، كي شرب ماء زمزم كيفاش دعا ربي؟ بغى درجة أعلى من هذه، قال اللهم ارزقني مرتبة كمرتبة البولقيني في الفقه، ومرتبة الإمام البولقيني من أقطاب الفقه الإسلامي، هو جبل، جبل من الفقه، من العلم والمعرفة. قالوا يا ربي أعطيني المرتبة كما نتاع فلان، الإمام البولقيني في الفقه، ومرتبة كمرتبة الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث. ابن حجر العسقلاني معروف، صاحب كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو أعظم كتاب
جامع لأحاديث الأحكام. يعني شوف الدرجة نتاع السيوطي وين وصلت، ويتمنى أكثر. وعندنا الشيخ طاري تعالجته وما زالوا على قيد الحياة من شيوخ الجزائر، ولا يزال إلى الآن بعقله وعلمه وينشر العلم في حدود طاقته، ويستثمر عمره إلى آخر لحظة. والله كي نقراو كتاب عبد الفتاح، كان عنده كتاب اسمه قيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو غدة، عنده كتب قوية في الموضوع، منها كتاب اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، وعنده كتاب آخر اسمه قيمة الزمن عند العلماء، يحكي على الإمام ابن كثير، ويحكي على الإمام ابن تيمية، ويحكي على ابن القيم، ويحكي على الإمام الطبري، ويحكي على الإمام البيروني، يحكي لنا حكايات عليهم كيفاش عندهم حرص على التحصيل العلمي إلى آخر لحظة من حياتهم. أخيراً الجامع أيضاً عنده رسالة إصلاحية، يعني باش يصلح الخلل وين كان، سواء كان هذا الخلل على مستوى العقول. الجامع عنده دور باش يسقم العقول بذلك البيان الذي نسمعه، إما في التلاوات نتاع القرآن أو في الدروس والمحاضرات والحلقات العلمية التي تعقد في المساجد. إذن عنده دور كبير في الإصلاح، إصلاح العقول، إصلاح الأفكار، وكذلك إصلاح الخلل في المنظومة القيمية، في منظومة القيم، إصلاح الخلل اللي موجود في الأسر، اللي موجود في المجتمع، والنزاعات التي لا تعد ولا تحصى. والتاريخ أنباءنا، تاريخنا الإسلامي المشرق، أن الجوامع يفرو فيهم المشاكل، اللي عنده نزاع، اللي عنده خصومة مهما كانت، عنده شركة، شراكة، تجارة، عنده عقار، ميراث، هبات، وصايا، نفقات، أوقاف، مهما كانت النزاعات يروحوا الجامع. علاه الجامع؟ خاطر الجامع هو اللي يتلى فيه القرآن أكثر، والقرآن يتلى في كل مكان، ثم اللي يسمع البيان وين ربي سبحانه يقول فلا وربك لا يؤمنون، كلام ربي في سورة النساء الآية 65، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تلكم هي رسالة المسجد، هي رسالة متعددة الأبعاد، هي رسالة تعبدية، رسالة تربوية، رسالة اجتماعية، رسالة تعليمية، رسالة إصلاحية. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.